السلام عليكم يا جماعه، معاكم كابتن اسلام شارك الجيم مصنع العضله. السلام عليكم يا جماعه، معانا في حلقه جديده النهارده من حلقاتنا على اليوتيوب. احلى متابعين واحلى شباب، واتمنى ان انا اكون عرفت اوصل لكم محتوى كويس زي ما احنا كنا عاوزين ان احنا نوصله. اتمنى كل الناس واخده فعلا بالكلام اللي بنقوله، مش بس بتاخد الكلام وما بتطبقوش. تمرين النهارده هتبقى تمرينه قويه جدا، وبرده التمرينات اللي هتاثر معاكم جدا، والتمرين المحببه لاي واحد بينزل الجيم تمرين الدراع. احلى حاجه بتعملها في التيشيرت واي لاعب بيفرح بيها هي تمرين الدراع. تمام يا جماعه، التمرينه دي احنا لازم حرفيا نكون مسخنين ليها كويس، لازم نكون مظبطين امورنا كده ومظبطين التمرين اللي هنتمرنه وشكله ازاي. وعايز منكم ان انتوا تركزوا معايا لحد اخر الفيديو، لان بجد انا هديكم تمرينه قويه هتفرق معاكم. نمشي عليها بقى لمده شهر ونص او شهرين ونتفرج على نتائج بعد كده. يلا بينا على اول تمرين. نيجي بقى يا جماعه لاول تمرينه هنلعبها، هي باي سيبس. هنلعب ركب المسطره من تحت زي ما انتم شايفين كده. اوكي، طب انت اظبط المسطره واسعه، اطلع باشا فوق. واحد زق، اثنين غير ما تنزل لي كوعك، غير ما تعمل لي كده. اه باشا احنا ما بنلعبش ايه؟ ما بنلعبش حلق حوش، احنا بنلعب ضغط اهو. ركز، سكويز، اقصر عضلتك كويس اهو. عد لي يا باشا، سبعه اهو، ثمانيه، تسعه، 10. نطلع على تمرين السوبر ست اللي بعده. يلا بس نيجي بقى لتمرين السوبر ست على طول. بعد ما تاخد تمرين البايسبس هتاخد على طول بار زجزاج ضيق. مش هتمسك البار واسع، هتمسكه من المنطقه الضيقه اهو. بص كده ركز، انا ماسكه منين؟ بص انا ماسكه من الحته الضيقه. ارجع ورا سنه بسيطه، انزل اطلع. صور 8 9. نروح بقى للتمرين الايه اللي بعد التمرين مع بعض، مسطره وزجزاج تاني. يلا نيجي بقى للتمرينه اللي بعد كده. التمرين ده يا جماعه تبادل دراع. تبادل بيتلعب بكذا شكل. الشكل اللي هنلعبه النهارده اسمه تبادل تعريق. تبادل تعريق، تيجي تمسك دمبل. الناس كلها بتلعب التبادل ازاي؟ بيلعبوا كده صح؟ لا، عايزك بقى تطلع دراعك لبره اهو زي ما انت شايف. اطلع، تفزق، 2 3 4 5، ركز هنا، 6 7، الناحيه الثانيه زي ما انت شايف اهو، ركز كويس. 1 2 3 4 5 6 7 اوكي. نروح على تمرين السوبر ست اللي بعد دي على طول. يلا نيجي بقى للتمرين السوبر ست على طول، من التمرين اللي عملناه هناك. بعد على طول ما تخلص التبادل هتاخد الباور زي ما انت شايف، نطلع بيه فوق ماسكه واسعه مش ضيقه بقى. انزل، ثبت ظهرك كويس، ما تقعدش بوسطك، لا انا عايزك بظهرك اهو. شايف ازاي؟ اثبت بظهرك بس، ايا كان الوزن اللي انت شايله ما تطلعليش تعمل لي كده. لا يا باشا اهو ظهرك مظبوط، نطلع فوق. واحد جاي اوصل بقى كويس، 2 واسع، 3 اهو اكمل، 4 5 6 7 8 9 اوكي. نيجي بقى للتمرينه التي حيرت كل العلماء، تمرين التركيز. يا جماعه الناس كلها بتحب دايما تلعبها بالبار، احنا النهارده بقى هنلعبها بالدمبل. طب يا عم انت تلعبها لنا ازاي بالدمبل؟ ركز كويس وافهم التمرينه عشان تلاقي فايده، تلاقي نفسك بتتمرن صح وبتكون عضله كويسه. التمرينه دي انت بتنزل تفزق، ادي هو دراعك، بتنزل نازله باي في نازله شاكوش، نازله باي في طالعه شاكوش اهو. ادي واحد، ادي واحد، ادي اثنين، ادي اثنين،
اهو ثلاث وهكذا ثلاث، تعد 10 بنفس الطريقه. اوكي الناحيه الثانيه اهو، ركز كويس اهو، واحد واحد اثنين اثنين ثلاثه ثلاثه واربعه، وتكمل لحد 10 يا بابا. اوكي يلا بينا على التمرين. نيجي بقى للتمرينه المحببه لاي بودي بيلدر، وكمان الجهاز المحبب لي انا شخصيا، انا بحب الجهاز ده باي سكوت، اسمه باي سكوت. اوكي يا جماعه، ده من الاجهزه اللي انا اصريت ان انا اخليها في الصاله. اشمعنى؟ عشان الجهاز ده بيلمس زاويه معينه جوه البايسبس، ومش اي حد هيفهمها او هيحسها الا اللي بيتمرن. بص يا جماعه، جهاز قصته كلها ان انت بتبقى مريح دراعك كله قاعد، اطلع لفوق ادي واحد ازاي بهدوء، اثنين تحس ان هو بيلمسك كده من جوه، بيلمس العضله من جوه، ثلاثه اهو، اربعه متعه، خمسه سته، وتحس الفايبرز بتطلع في الباي، سبعه ثمانيه تسعه، بص 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 تحسها كده بترقص من جوه، وعشره. والله يعني عارفين الجهاز ده انا بحبه جدا. يلا نيجي بقى لتمرين التراي. احنا كده خلصنا باي، خلاص كده كابتن اسلام ايه، احنا خلاص فجرنا الباي. نخش بقى تمرين الترايسبس. تمرين الترايسبس هتنام على الدكه، تمسك البار واسع مش ضيق، تنزل لحد قرطك وتطلع ايا كان الوزن. للمره الثانيه بقول لكم، ما تفضلش ان انت تلعب وزن على اداء، يبقى هنلعب بوزن كويس معقول بس نلعب باداء صح. يلا بينا على التمرين. بص اهو، نعم زي ما انت شايف اهو، اطلع اهو، ننزل لحد المبنى اهو، واطلع ثاني اهو. لا التمرين دي بلعبها ب 15 و 20 كيلو، مفيش اي مشاكل بالنسبه لي، بس انزل اداء صح واطلع صح. سبعه ثمانية تسعة عشرة. اوكي تعالوا بقى نروح على تمرين السوبر سيت. نيجي بقى للتمرين السوبر سيت على طول بعد البار اللي لعبته هناك الزجزاج. هيبقى تمرينة على الواير كيبل كروس، ركب المسطرة او الزجزاج، وبعد ما تركب المسطرة او الزجزاج هتقف تثبت نفسك كويس اهو، ثبت نفسك كويس، ما تتحركش مع الواير، انزل انزل بس بظهرك زي ما انت شايف اهو، نرمي لقدام اهو، نرجع ورا، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ركز انت وشغال، خمسة ستة سبعة، نعد لحد ايه؟ 10. كده يلا تمرين. نيجي بقى للتمرينة اللي بعد على طول اللي لعبناها، هيبقى تمرينة 8 8 الحديد سوبر ست على طول في حفلة، هتاخد 10 في 10 تمام؟ اهو اظبط وقتك، انزل لحد الاخر، اوصل تراي لحد الاخر، اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، وتعد لحد كام؟ لحد 10، وتروح على طول تنزل، امسك الحبل انت واقف، انزل واحد، بص بقى تقطيع الحبل، اثنين ثلاثه اربعه، وتعد لحد برضه ايه؟ 10، وتاخد الموضوع ده ثلاث مجموعات في 10. ماشي يلا بينا على التمرين. نيجي بقى للتمرين اللي قبل الاخيره، بقى تمرين الفرنساوي. الفرنساوي يا جماعه ناس كتير بتلعبه بدراع واحد، ما بتعرفش ان هي تعرف ترفع وزن كويس بسبب ان هي بيلعبوا بدراع واحد. طبعا هو تمرين ممل بالنسبه لاي مبتدئ او حد لسه حديث في الرياضه تمام. لذلك الفرنساوي احنا النهارده هنلعبه بدراعين، تمسك الدمبل بايدك الاثنين. ليه بايدك الاثنين؟ عشان تعرف ترفع وزن كويس. يعني لو ترفع خمسة، لا انت في التمرين ده تقدر ترفع مرتاح لو انت راجل مبتدئ 10 كيلو 15 كيلو، مفيش اي مشاكل. القصة كلها في طريقة لعب الفرنساوي تمام؟ اهو زي ما انت شايف، اقفل بوقك، انزل لحد الاخر، اطلع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، لقيت طبعا التمرين مستهدف انهي لون في العضلة، ستة سبعة 8 لحد ما تكمل ل 10 ماشي؟ خلص على طول، تنزل الدمبل بتاعك تروح جاي مضيق ايدك. طبعا احنا عارفين كويس جدا
تمرين الغطس بيستهدف انهي زاويه في التراب. تمام، افرد رجلك لقدام، افرد رجلك كويس لقدام، ضم كوعك ننزل تحت اطلع تحت. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته وعد لحد ايه 10. تمام، يلا بينا على التمرين الاخير. ليه يا كابتن اسلام دايما بتلاعبنا ريست يوم بعد يوم؟ عشان ريست والعضله المحركه المساعده لرفع الاوزان في التمرين. يعني انت لازم تهتم بيه زي ما بتهتم بكل التمرين. طب كم مره بيتلعب يا كوتش؟ بيتلعب ثلاث مرات في الاسبوع او اربع مرات في الاسبوع. مره بالبنش، مره بالظهر، مره بالكتف، ومره يوم الدراع. مش عايز تلعب يوم الكتف تلعبه يوم الدراع، مفيش مشكله. ساعة بتلاقي بيبدا كوتش بالساعد ده العضله اللي هي اللي من فوق اللي بتكمل الشكل الجمالي للدراع. بتلاعب يوم الكتف برضه، مش عايز تلعب يوم الكتف ريست ممكن تنوعها. طيب تلعب ازاي كوتش الريست؟ احلى حاجه في الريست بعيدا عن اي حاجات ثانيه نازله، اللي يلعب لك بالواير، اللي يلعب بالكيبل، اللي يلعب مش عارف هو واقف، تمرين ريست بالبار الكبير بتاع البنش عشان تبقى ايه واضحين. البار ده 12 كيلو، العب فيه 40 ل 50 عده، وتعالى قول لي بعد كده كوتش انا ريستي حضر من كتر التمرين. اهو ماسكه ضيقه، ايدك ايه ضيقه، بتطلع ايدك بره شويه اهي، طلع ايدك بره شويه، صباعك من تحت البار، انزل بيه واطلع. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، واكمل لحد ما اوصل 30 عده بالبار او 40 عده. انا كاسلام بلعبه 60 عده خالص، بس بعد كل دخله بحس ان انا ريستي ده حجر. اوكي، يبقى نلعب الريست زي ما انتم شايفين، وبعد ما نخلص الريست نلعب تمرين البطن، ودي طبعا ليها حلقه ثانيه لوحدها خالص هنتكلم فيها. اوكي، نيجي بقى لنهايه الحلقه بتاعتنا. احب اوجه الشكر يا جماعه لكل الناس اللي يعني مستجيبه معايا ومتفاعله معايا جدا في الكومنتات. الناس دي انتوا بيجوا مفاجاه كويسه جدا عندي يا جماعه. انا اوريدي قايل ومعرف الناس ان انا في فيديو هنزل عليه مني كاسلام كابتن اسلام ليكو علبه كرياتين لاكتر عدد كومنتات هينزل على الفيديو واكتر عدد شير. وانا ما بخلفش وعدي، ان انا اوريدي حدي للي هينزل اكبر عدد كومنتات على الفيديو علبه كرياتين كامله هو يستفاد بيها بسبب ان هو متابع كويس. احب اشكر الناس اللي دايما بتعلق لي على الفيديوهات، ان كان يوسف معمر، محمد مجدي، محمد هاني، يعني بسام، الناس المحترمه كلها، كبادن اللي بصراحه بتدعمني، ان كان ماكسيم، ماثيو، وهيدرا، ناس كلها بصراحه يا جماعه انتوا يعني مش عارف اقول لكم جميلكم ده فوق راسي. شكر خاص للكاميرامان محمد عصام، بصراحه الراجل ده عامل معايا فوق الصحة والزيادة، كاميرامان وإديتور ولايتنينج ومونتاج، الراجل متشعب ما شاء الله، وبعون الله يعني نعمل شغل كويس مع بعض، وأشوفكم الحلقة الجاية.